أخبار اليوم. شفت بقى الاخير له رب كريم. والله الاخير كان رب كريم. يا اسطى تعالى كده والله من صورك. لا ده عادل نبيل وزير التنميه المحليه. هو مقصر الله يسلم. جلال مصطفى. انا جبت لي الصوره بقى. لولو شفتي؟ انا سرقه بتصور. جبت له دي بس؟ احطها عليه. رسالة مهمة للعالم كله بتقول ان الدولة بتهتم بالكنائس وبتهتم بالأقباط، وحضور معالي رئيس الوزراء للاحتفال بانتهاء الترميم مع قداسة البابا تودروس معناه ان بنقول للعالم كله لا يوجد في مصر اي نوع من انواع التفرقة الحكومية. قد يكون هناك بعض المشاكل، قد يكون هناك بعض التصرفات، ولكنها فردية شخصية وليست على مستوى سياسي.